أهلا وسهلا بكم أصدقائي بدرس جديد من فوتوشوب. وفي هذا الدرس سنتعلم أداة جديدة وهي أداة الإسطمبل من صندوق الأدوات. أول خطوة سنقوم بها هي مضاعفة اللاير عن طريق كنترول جي حتى تكون عندنا نسخة احتياطية من الصورة الأصلية. الإسطمبل هو هذا مكانه. أين الماوس؟ بدي ألقي الماوس. الماوس، تعال يا ماوس، هذا الماوس، هذا اسطنبول. طبعا الصورة الأصلية ليس بهذا الشكل، هي شكلها هذا image rotation، ونقلب الصورة 180 درجة. هذا شكل الصورة الأصلي، لكن نحن نريد أن نزيل عن طريق الاسطنبول اللي هو هذا هذني الشامات. أحسن طريقة نسيطر بها على الصورة هي أن نقلبها من خلال Image Rotation 180 درجة، بعدين نكبر الصورة عن طريق Control Plus. عندنا هذه الشامة نريد نشيلها، وهذه وهذه. فماذا نفعل؟ نختار هذا الخيار أو هذه الأداة استنبول كلون استنبول، نكبر الفرشات، بعدين نأخذ عينة من مكان ليس فيه أي شيء، مكان نظيف مثل هذا مثلا، ونضغط على الكيبورد بالت هكذا نسخ يعني. والآن لصق نسخ لصق. الآن عندنا هذه أيضا، نأخذ عينة من هذا المكان نسخ، عفوا لصق وليس نسخ، نسخ لصق نسخ لصق. عندنا هذه أيضا، الفرشاة كبيرة ظهرها، تأخذ نسخ من منطقة كبيرة، أضغط على Alt ولصق، Copy Paste. عندنا هنا نفس المكان أيضا، نكبر الفرشات أحسن هكذا، نسخ لصق. الآن عرفتوا أصدقائي إذا عندكم شامة أو فتشي مخرب الصورة شلون تعرفون تشيلوه. طبعا عندنا هاي آخر وحدة، نسخ لصق، كبرها سبيس بار، ارفعها، نسخ نسخ لصق نسخ لصق، كنترول ماينوس. هكذا النتيجة. إذا شوف قبل وبعد. أرجو أن يكون قد أعجبكم هذا الدرس اللي تتمنى أنكم تتعلموا أداة جديدة من صندوق الأدوات وهي الإسطمبل. شكرا وإلى اللقاء في درس ثاني.